يطوف هلالك وسط السماء يزينها بالهدى والسنا، فمرحا بك اليوم من زائر أتانا، فطوبى لنا باللقاء أتانا، فطوبى لنا باللقاء. سبحانك يا حللت فأهلا هلال الصيام، جميل المحيا رفيع المقام. حللت برنامج القلوب الرحيمة الذي يأتيكم من على شاشة قناة المهدي الفضائية، يبارك للمسلمين عامة ولشعبنا العراقي العزيز حلول شهر رمضان المبارك. داعينه جل في علا يتقبل صيامكم وقيامكم وخالص أعمالكم الإيمانية، ويتواصل معكم على سفرة رمضان في تقديم كل ما يجود به المحسنون من خيرات الباري سبحانه لإفطار الصائمين وإغاثة المحتاجين. كادر برنامج القلوب الرحيمة يتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل الخيرين والمحسنين الذين ساهموا بشكل فعال في إعداد وتهيئة السلة الرمضانية، والتي نبتغي جميعا من هذه الأعمال الإنسانية مرضاة الله سبحانه وكسب الأجر والثواب ومساعدة الفقراء والأيتام والمتعففين وإسعادهم وزرع الابتسامة على وجوههم. فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. رمضان مبارك وصيام مقبول. كأن سناك صفاء النشيد، تسامق في رفعة وارتقاء، تسامق في رفعة وارتقاء. هلالك وسط السماء يزينها بالهدى والسنا، فمرحا بك اليوم من زائر أتانا، فطوبى لنا باللقاء أتانا، فطوبى لنا باللقاء. فتحت خزائن خير عميم، تجود بألطافه رب كريم. فتحت خزائن خير عميم، تجود بألطافه رب كريم. حتى ننال النعيم بحسن الوفادة يوم الجزاء، بحسن الوفادة يوم الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. ويستمر الخير والعطاء في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والطاعة والغفران، وبرنامج القلوب الرحيمة يتواصل معكم في كافة المحافظات العراقية من أجل توصيل سلة رمضان المباركة إلى عوائلنا الكريمة. اليوم هي محطتنا محافظة ميسان، جينا على الناس الطيبة من أهل الكرم والجود في محافظة ميسان. طبعا الحقيقة اليوم جمعنا عدد كبير من عوائل الأيتام والفقراء والمحتاجين في هذه المنطقة الخيرة، المنطقة الجميلة بأهوارها، المنطقة الجميلة بناسها. فاليوم اصطحبنا إلى هذا الجامع المبارك عدد كبير من العوائل، وخاصة شريحة الأيتام والمحتاجين. اليوم راح نقدم لهم سلة رمضان المباركة اللي تحتوي على أزيد من 13 مادة أساسية في وجبة الإفطار. طبعا مثل ما شاهدون هذه السلة الأمامي هي راح تحتوي على مواد غذائية، وأيضا رز جوكر، وطبق البيض، واليوم وجبتنا هي اللحوم البيضاء المتمثلة بالسمك العراقي. اليوم في محافظة ميسان طبعا كل عائلة راح نعطيها كيلوين من الأسماك من أهوار العراق وخيرات العراق. اليوم راح نقدمها لعوائلنا المتواجدين ويانا في هذا الجامع المبارك، جامع الثقلين، اللي فتح أبواب لاستقبال هذه العوائل الكريمة.
فاليوم إن شاء الله راح نقدم لهم سلة رمضان المباركة. طبعا يأتي هذا كله بفضل الجهود الطيبة، بفضل الناس الطيبة اللي دائما يقدمون أموالهم في سبيل الفقراء والمحتاجين، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فاليوم حلقتنا هي راح تكون برعاية ناس طيبة. طبعا نحن أيضا عندنا مجموعات متفرقة راح نوزع بها. الحلقة هي برعاية الحاج أبو غيث. طبعا أبو غيث هو من العراق بغداد، الرجل قدم خلال هذا الشهر 200 حصة غذائية متكاملة اللي يشوفونها أمامي، وأيضا هناك 60 حصة غذائية مقدمة من أختنا الطيبة أم محمد. أم محمد من ألمانيا بحثت 60 حصة، إن شاء الله صار مبلغها. هذا متفرقة طبعا. ولدينا اليوم مجموعة خيرة من الناس الطيبة اللي دائما أيضا يساعدون، ولو هناك كانت مبالغ مالية بسيطة، فجمعنا هذه المبالغ لشراء الأسماك وبيض المائدة. هي مقدمة من الحاجة أم بشار من دولة الكويت، والحاجة أنور أيضا من دولة الكويت، واختنا أم حسين البغلي أيضا من دولة الكويت، واختنا الطيبة أم حسين الله يحفظها هي وحسين وتغريد من البحرين، وكذلك عائلة المرحوم عبد الزهرة قاطع من محافظة ميسان، والحجية أم علي الإنسانة الطيبة من البصرة القرنة الشرش، ادعوا لها بالخير والصحة والتوفيق. طبعا شكرنا وتقديرنا أيضا إلى عطارية بهارات البطاط سيد أحمد البطاط اللي كائن في محافظة البصرة شارع أبو الأسود. طبعا هم قدموا لنا 200 حصة بهارات متنوعة، فحصة وزعناها واليوم أيضا راح نوزع الباقي. فشكرنا وتقديرنا لهؤلاء الناس الطيبة اللي دائما يساعدون الفقير، يوقفون ويا الفقير، وخاصة في شهر رمضان المبارك. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نتواصل وسلة رمضان. فطوبى لنا بالرفاق. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة، والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل ونتواصل وبرنامج القلوب الرحيمة وسلة رمضان. طبعا الكثير من العوائل اليوم المتواجدة معاي في هذا الجامع المبارك، واليوم قلنا استفنا في بداية الحديث بأن هناك عوائل كثيرة اليوم حاضرة ويانا من شريحة الأيتام والمحتاجين، فاليوم راح ناخذ بعض العينات منهم طبعا بحاجة ماسة إلى من يقف معهم في هذه الظروف الصعبة. طبعا الوضع الاقتصادي تعبان جدا، رواتب ماكو، بطالة، وأيضا الجانب الصحي تعبان، فراح نتعرف على بعض العوائل. السلام عليكم أختي. رمضان كريم عليك إن شاء الله وعلى عائلتك. إن شاء الله يعود عليكم الصحة. أم حسين حيا الله أم حسين. أم حسين إيش خيرك؟ والله حالتنا المادية شوية تعبانة، ابني عمره 21 سنة قاعد بطال، وين ما يروح معكو شغل، حتى يعني يروح للعمالة، العمالة إلا بالواسطات يلا يطلعون، يعني العرف أي عدة عرف يطلعون. أي والله الله شاهد. شنو إيش تحتاجين من الناس الطيبة؟ محتاجة يسألون سبابة رزق يعني لابني. يعني مثل شنو؟ محل يفتحون له؟ أي محل، فد يعني فشي، أي شيء يعني يسترزق من عدة. إن شاء الله خير وبركة. والله والد. أعزائي المشاهدين، أخذكم أم حسين. طبعا تتمنى واحد يساعدها، فتح محل يعني سوبر ماركت صغير لابنها حتى تقدر تعيش الأيتام البقية وهي أيضا تعيش به. إن شاء الله اللي يسمعها يساعدها، ونتمنى لها كل الخير والتوفيق. يطوف هلالك وسط السماء يزينها. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة.
ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسوب من الثوب سلك. الصيام جميل المحيا رفيع المقام، حللت فأهلا هلال الصيام جميل المحيا جميل. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. وسط السماء يزينها بالهدى والسناء، فمرحا بك اليوم من زائر. أعزائي المشاهدين، من حال الحالة نتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة، وراح نتعرف على حالة الحجية الطيبة. حجية السلام عليكم. عليكم. شوني؟ إن شاء الله زينة. الحمد لله. رمضان كريم عليك حجية. عليك أكثر. شوني زينة؟ الحمد لله. أم الحجية. أم رسول. أم رسول، إيش خيرك أنت؟ شو؟ والله تعبانة بي سرطان. إيش صار لهذا المرض اللعين؟ صار لي سنتين. أم رسول، بما أنتم مريضة يعني شو تشوفين الجانب الصحي عندنا؟ يعني تشوفين المستشفيات بيها علاج لهذا المرض؟ لو كله اشترينا من برا شلون بالله؟ لا والله نص من المستشفى ونص من برا. سوينا مناصفة. ايه؟ زين الفقير إذا ما عدى نص وين يروح؟ والله على اللي جاويد وجوه الخيرة تجمع لي وتطلع. شو شنو وضعك بالبيت؟ يعني عندك معاش؟ عندك شيء؟ لا والله كل شيء ماكو، على الله وعلى اللي جاويد. ايه؟ أنت قاعدة ببيت مولي؟ حواسم. لا والله حواسم. ايه؟ من وياك قاعد بالبيت؟ ابني وجهالي. ها يعني عندك ولد كبير؟ اي ايش موش ولد، كل قاعد بطال هم خطية ميشتر. اي كم جاهل عندكم بالبيت؟ عدة أربعة. الله خليها ولد. أم رسول، ايش محتاجة من الناس الطيبة؟ والله اريد من الله من وجوه الناس الطيبة اريد مساعدة مصرف الجهالي اللي انا اخذ علاج ان شاء الله خير. اي وريد كم سالمين وغانمين ان شاء الله بخت رمضان يستركم ويحفظكم. استريحوا يا زين. اعزائي المشاهدين، ام رسول طبعا بها مرض من هذا اللوكيميا اللي هو الكانسر، طبعا وبحاجه ماسه الى من يقف معها. تعرفون هذه العلاجات مالتها غاليه جدا، وايضا يحتاج الى مصاريف لاجراء الجرعه الكيميائيه، وايضا يحتاج الى علاجات. اللي شاهدنا من على شاشه قناه المهدي الفضائيه، طبعا في نهاية هذه الحلقة راح تظهر أرقامنا، وإن شاء الله نتمنى المتصلين أن يساهموا في هذا البرنامج حتى الله إن شاء الله يجعل لهم إن شاء الله رمضان عليهم وعلى أهلهم بالخير والصحة والتوفيق. وسط السماء يزينها بالهدى والسناء، فمرحا بك اليوم من زائر. السلام عليكم حجية. عليكم السلام. رمضان كريم عليك ورحمة الله. مفاضل. مفاضل، شلونك مفاضل؟ إن شاء الله زينة. صحة وسلامة. على الله. شلوني شو اليوم؟ كلها شاي عصي. هي حصيتها يمشي عليها. الله يكون بعونك. شلون شوية رمضان؟ والله طايحين دايمين، والله كريم. زاد لا ناكل. ها؟ زاد لا ناكل من الضغط والسكر. ها؟ أي والله. شوفين الصيام زين اللي بالسكر والضغط؟ لا زين. والله. شو شعرين وأنت صايبة يعني؟ تاهي العمر كله عمرك 70 سنة مو؟ شوف. وين ياخذوني ويحطوني وياهم؟ وين ياخذونك؟ للنجف. شو تسوي؟ هذا الله شو اسوي؟ ها ان شاء الله عمرك طويل. ان شاء الله عمرك طويل. ام فاضل، ايش خيرك انت؟ والله انا تعبانه. ايه. ما اقدر بعد. الله يكون بعونك. وعندي تيمه هاي هم برقبتي. وعندك ايتام. اي والله هم الولد هذا ضعيف ما عنده خير. استريح. انت مسوي عمليه قلتي؟ اي والله عمليه سويتها باربعة ونص. بلبنان اليمنى. اي والله العظيم. شنو العمليه؟ ايش عندك يعني؟ عمليه الخيل حزره هذا كذا. طبيت. استريح استريح الحوض عندي. استريح، انا ما اريد نتعبك. اعزائي المشاهدين، طبعا الحجيه الطيبه ام فاضل ناشدكم بهذا الشهر الفضيل. طبعا نتعاني من عندها كسر بالحوض وما اعرف ايه، فيحتاج لها عمليه جراحيه. طالبين عليها 4.5 مليون عراقي. وايضا هي تعيش حاله مأساويه، قاعده ويا بنها وعتها بنتها، ايضا عتها ايتام، وايضا ابنها هم تعبان لا شغل ولا عمل. فخطيه تريد مساعدتكم، اللي يحب يساعد الحجيه ام فاضل ايضا يتصل علينا. اذن اعزائي المشاهدين، سوف نقوم بتوزيع سله رمضان المبارك على العوائل الكريمه
وإن شاء الله الكل اليوم دعواتهم للناس الطيبة اللي أيضا إن شاء الله راح نذيع أسماهم مرة ثانية حتى يسمعون، وأيضا راح يندعو لهم اليوم بالخير والصحة والتوفيق. إذن فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحيم. أما التغافل شأن من لا يعقل، فالله يمهل إن أراد. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. يا من أتى شهر الله فيك مطهرا للنفس حتى حالها يتبدل. يا من قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. هلا هلالك نورك بان، وضياؤك عم الأكوان. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. هلا هلالك نورك بان، وضياؤك عم الأكوان. هلا هلالك نورك بان، وضياؤك عم. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. وضياؤك عم الأكوان، هلا هلالك نورك بان، وضياؤك عم الأكوان. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، يا رمضان، رمضان. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع سلة رمضان المبارك، وهذا هو آخر خميس في شهر رمضان المبارك. أيام قليلة إن شاء الله ونستقبل عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا طيلة شهر رمضان في دعم وأسناد المحتاجين من الفقراء والأيتام والمحتاجين. تحية اعتزاز وتقدير لأصحاب الأيادي الكريمة اليوم اللي حلقتنا، طبعا اليوم هي 160 عائلة قدمنا لهم سلة رمضان المبارك بفضل الجهود الطيبة من المؤمنين الحاج أبو غيث والأخت الطيبة أم محمد من ألمانيا، وكذلك من الحاجة أم بشار من دولة الكويت، أم أنور من دولة الكويت، وأم حسين البغلي من دولة الكويت، أم حسين من البحرين، والحاجة أم علي من البصرة القرن الشرش،
وشكرنا وتقديرنا إلى عطارية البطاط للبهارات في البصرة الشارع والأسود، وشكرنا وتقديرنا إلى عائلة المرحوم الحاج عبد الزهرة قاطع من العمارة. الله إن شاء الله يوفقهم والله يرحم أمواتهم، والله إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتهم. طبعا خلال شهر رمضان المبارك أعزائي المشاهدين قدمنا أكثر من 1000 سلة غذائية في مختلف المحافظات العراقية، وأيضا قدمنا لحوم الدجاج وبيض المائدة والأسماك إلى عوائلنا الكريمة في هذا الشهر الفضيل. نتمنى إن شاء الله للناس اللي ساهموا الله إن شاء الله يعطيهم العمر الطويل حتى يبقوا ذخرا وسندا للمحتاجين والأيتام. شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا في حلقات برنامج القلوب الرحيمة في الجوامع والحسينيات في مختلف محافظاتنا العراقية، وإن شاء الله الله يطول بعمرهم والله يخليهم إن شاء الله ذخر وسند للمحتاجين والفقراء. أعزائي المشاهدين، أيام قليلة على عيد الفطر المبارك، نتمنى مساهماتكم في كسوة العيد، عيدية للأيتام، القرقيعان والحلوى. إن شاء الله الله يبارك بكم ونتمنى لكم عيد سعيد إن شاء الله عليكم وعلى عوائلكم. الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة فقط مخصصة للتبرعات والمساهمات إلى برنامج القلوب الرحيم. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيم، في أمان الله. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964-780-1-00-1912 أو على الرقم التالي 00964-770-576646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. يا نور الهدى يا ضي الدروب، شهر المكرمات منير القلوب، راجيا